رحمة الله. حضرتك والله العظيم انا مش مصدق يعني نفسي ان انا قدرت اتواصل معاكم. انت ابراهيم وقبل منك ابراهيم، فانا اللي بقول لك اتفضل. ايوه فندم، والله حضرتك انا بقول لك انا مش مصدق ان انا قدرت اتواصل معاكم، لان انا بقالي فتره كبيره قوي بحاول اتواصل مع حضرتك ومش عارف والله. لا اتفضل يا استاذ ابراهيم، احنا اللي بنعتذر ان احنا في كل حلقه بيبقى عندنا هدف الحياه ناخد اكبر عدد منكم، بس الوقت بيزنقنا بقى، معلش يعني. حضرتك انا ليا طلبين، رجاء وتمني. الرجاء ان حضرتك القناه يبقى في حمله علشان الناس تعرف قيمه ان هم يفتحوا تلفزيونهم وقناه على قناتهم، قناه النادي الاهلي. قد ايه بتعلي الايمج بتاع النادي الاهلي وبتعلي الرعايه بتاعت القناه ويكون لها اسم ومكانه اكتر ما هي موجوده. والتمني انا حضرتك من ضمن الاهلاويه كتير قوي اللي عشقوا النادي الاهلي من غير ما يعدوا قدام الباب. تمام. فحضرتك انا نفسي اقوم بزياره النادي الاهلي ومش عارف الطريق ازاي اقطع سيب بس تليفونك وطريقه الاتصال بيك وهنرتبها طبعا. تشرفنا، هتبقى ضيف مجله الاهلي باذن الله في الاهلي. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ عدلي باذن الله. والله العظيم ثلاثه. انا بقى ايه، شوف انا بقول لك الفتره الجايه استاذ ابراهيم اهو، الفتره الجايه الحقيقه من ضمن اهدافنا في المجله ان احنا نحاول نفعل علاقه جمهور الاهلي بالنادي، فباذن الله هتلاقي فيه والله ده شيء كبير. في افكار كتيره خلال الفتره اللي جايه هنعلن عنها ازاي تقدر توفر فرصه للجماهير من ان لاخر تكون تتواجد في النادي. بارقام العدد حضرتك عندي ابني عنده 6 سنين. ربنا يخليه لك. نفسه بيقول لي كذا مره نفسه اروح الملعب. لا ان شاء الله باذن الله تعالى هنحقق لك النيه. ايه رايك في الفكره دي؟ عندك حاجه تانية يا ابراهيم؟ لا الله يخليك، شكرا شكرا جزيلا. يعني الاعداد تبقى مرقمه وتشد 10 نمر كل اسبوع، 5 نمر كل اسبوع يحق لهم زياره النادي وتستقبلهم وتصورهم وتتكلم ان شاء الله معهم. لا في افكار كتيره تسويقيه. لا انت ما انت بتاع تسويق. لا انا قاعد جنبك. محمد.